فرصد وين يتعاون عن كسو قيب قلو حفلة دان قيمة قايها بدن ورنتي دادك سو مالا لسوها بهمبلين آيان لبا مناسبة ولبا ضبا قالية مدى كوباد ومالنتي علنك مدى لبادنا وحكمك محكمة دا محكمة دا دونك كو آدنه دا رماها بد وعلا دادك سو مالا الميلة جوغان بهمبليو إلهي سبحانه وتعالى أنا أقوم هاد علينا إن جوشان أسرع كياني أسرع هجامي دتك سواماليتنا أسرع إلى لي ربي يوم هاسنتا أنت أسكتب وحنوم علينا بدأ قيل هذا ضواب بدنا سيدا صاحبك ويصفيرنا وحوش جدا ناس ليه بدأ قيل هذا ضواب بدنا ما دحين حسن أنا شو وفهم كذا يا راي أنا جا مركز تلوين كنا لسي وحكم ذا هاي إن أنا كهال لين بده عبد الرحمن كله وأوجي هاي حكومة دني سببتنا واحد يع كرتا أريم سياسي هذا أريم شرعي إن كي ما دان ضوضة هذا اللذين مركز ما دام هذا الحكومة وحامل لنا حقير ولا دي شيء كره مركز يجوه الرئيس أوكي يعني تجي ومدحوين كباكي جوجي الله كولنا جدي عم بحنا دولة كينيا جودي نوصى بحس أنا جودي جينا وحمد الله الشريف حسن وحلقة دولة هاي أجندة حلقها الله يعمل أصل دوم مرك أنا جت بار أجندة وضني دولة كينيا وحاي كينا وحن كدري إن هلا أجندة وبدأ أنا جا مركز مرك دولة دلوا ريجني لحافظات وحمر كتر سنة ملاح كناه أيا قال لفت وهذا الشباب أنا للجوجة روح هذا أننا جبت كمان هالكرنة وحكى لنا كهذا لنا مجرد على كل حال وحنقوق أن عند دولة كينيا بات كمان هاللين وقصوا تقني مدة كذب أنت ذلك يو أنك يا دولة نرويج يا بلاوضي أو كوا دناي أنت كونتيننتال شيلفسك حكومة دو حلقو قنعي أنت أسنين لقوا مارمان تا أننا جي كينيا أنا وحس كدهم رجال عمر عبد الرشيد سجى حكومة ده جامين أي قانك أسجى حكومة دي ساقاتين سدوا عبد الرحمن الدين شجى وحول حل سارة عبد الرحمن بلاكير أنا الملي لسعود سنين صباح ذا للصحيحة يا عبد الرحمن يصوع واكنا حول أم دحين وأرنت ساجرتة هالشي سال الرباعين للصحيحة محي كلته وافكر ماذا حنقب صدور محا شيغيسا وحا ادوا صحيحيسا ريزارا وركيسيان عبد الرحمن وابقي عبد الرحمن وحسوستا عملينا وحا ادوا ريزارا وركيسيان وحي الله نقصيبا عمرا ويرا وحا ادوا عمرا ومحا اقرس ارنتان حودانية وحا موذينا اكتا وسيكو اقانا مركي بقايا لا عرك اسكو درسنت بدي قتنا بدي قتنا وحين قتنا عمر يا عبد الرحمن كشكيو أنا يا عبد الرحمن كان يا عمر ولي جانا اسكم ورس إن الأركب أركب أركب نك العق أوجد جسدي مركا إلها مهلا نجحوا ريجي أرنتاس رئيسار عمر عبد الرشيد إيو عبد الرحمن وكم عسينهين وزيره بدنا الجوعي ويجسوا الدعوة عبد الرحمن عكما ذا وزير كريم هذا بده أمر وزير كعشان ليه جوريلا شريف حسن النيروب الجوعي كله يسوا الدعوة ذي إيوه قيلنا يصوعه مركا الحمد لله إلى مهلا تاس حق عسى وجود بينا وسود وين نقو عنك محكمة ذا هل كاسو عنك قرنينا شرع وسيد وفي عينه سوماليا يا كينيا ما أنت ما ترتمي كران لكن شرعون حقل يا نمن حقل كلامي غان وحنا قال الرب وحوايد ضد شرع يدادنا نغنو مرك سداسا دولتكم نغكرنا أو معناكم سماي كرنا دل كان مشكلة ديسو وشرعون لاحترامين وحقوه الرأي شرع قدمنا إنه ومدحه شعبك سوماليا وضد فيعا دولة نمذا جعل ديار وين إنه كان سمان لكن مشكلة وحي كجرتا ما لحد ذلك مركب وحنا ربنا إن ده شرعي أن نغنو
خطب كاسن على كاسن ربعنا وجود وحن ربعنا كوا معنا مدحوين حسن تلا بدأ سقي حكومة دي سي وأنك إيك قاتن محكمة دين الجيان هذه هذا وجو معسن سدى سوق لما دحين فرماجة كوا أتكيس أو كوا أتكيستي إن محيها تو أرنتو محكمة دي كل ما تو أسقنا وكم هاتسيني وحن ربع سدى سلمينا سلمي ذا إنجنير صالح رحمة الله عليه iyo looyada damuna inaan ku amaano dadaalkii sharci ay sameeyeen ee keenay guusha maanta aan u taaganna ilaahay ha u naxariisto engineer saalix aniga ma baranin laakiin runtii in qiimo badan inuu ahaay lay sheeg qof aan jecelahay inaan arko ahaay anoo la balansanaana ilaahay oofsaday subhanahu wa ta'ala ilaahay u naxariisto intaas markaan ka gudbo guushaan waa guul soomaaliyeed dadka soomaaliyeedna hadda taariikhdooda fiiriso garab waxa uu Alla subhanahu wa ta'ala khataraha laga soo badbaaday oo mid hadda ugu dambeysa ay tahay badda ilaaha looga mahadcelina subhanahu wa ta'ala marka waxaan rabaa halkaas inaan uga gudbo bad iyo dhul iyo cir ma ilaali karno iyo dadka joogaba haddana dowladnimada xoojin waxaan noogala baahanyahay marka inaan dowladnimada xoojino dowladnimaduna waxay ku dhisan tahay heshiis ummadeed heshiis ummadeedna waxay u baahan yihiin la dhowro maxkamadda adduunka dadka hadda garsoorka ka ahay waxaa maleena hal inoo soomaaliya ku jiro soo saas ma laakiin waxay gaareen dadka reer galbeedka waxa ay ka shaqeynayaan inay run ka sheegaan ma u malaynaya hadda waxay noogu xishaan maanta inaan leenno laakiin qof walba wuxuu ilaalinayaa professionkiis waxaa nagala rabaa sidaasi la mid ah inaan gaarno oo qofka shaqada loo dhiibay siday taa uga soo dhalaalo marka aada fiiriso ummadaha horumarana waxa ay ku dhisan yihiin waa intaas annagoo muslimiina annagoo ahla annagoo qaraabo ah in aan maalin walba isku tumanno ballanta aan ilaali weyno dowladnimada aan ilaali weyno qofka garabka u baahan aan garab istaagi weyno arrintaas arrin fiican ma ah nabi muxamed sallallahu calayhi wasalam inuu soo baxo waxyaabaha u ahaay horudhaca waxaa ka mid ah carabtii quraysh ee magaalada maka deganeed waxay ku heshiiyeen qofkii dulman inay garab istaagaan qofka daalimkaana inay celiyaan taasna waxay keentay inay u diyaarisay nabi muxamed sallallahu calayhi wasalam oo khaatamul anbiyaa ah oo furqaanka loo soo diray in la soo saaro waxyaabaha ilaahay ka difaacay reer maka waa badnaayeen laakiin waxyaabaha aada loo xasuusta waxaa ka mid ah asxaabulfiil marka aan u jeesano dowladnimada inaan xoojino inaan garab istaagno dadka u baahan garabka in la garab istaago aan wada istaagno sharciga inaan ilaalino taas aan ku gaari karnaa guush waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo dalkan wuxuu leeyahay siyaasad soo jireen ah oo xilliyadii dambe socotay oo ah 4 sanaba in la isdoorto xalka keliya oo dalkan loo haayo waxa waaye 4 sano markay dhammaato doorashayn la galo hadda already sanada la dhaafay soo ma waa dhaqan aan fiicnayn kormeya u qaada ha okay waxaan rabnaa inaan dul istaagno sanad ma aha bil ma aha maalin ma aha saacad hadda wixii ka dambe in la wada ogyahay saacadda doorashada 4 sano soo socota ay dhacayso in la ogyahay la rabo kaas muxuu keenaa wuxuu keenaa kalsooni wuxuu keenaa deganaasho wuxuu keenayaa dadku si nadiif ah inay u tartamaan yaa sheegi kara maanta maalin doorasho dhacayso yaa yaqaan qof taqaana ma leh to be honest sanatara la soo saaray hadday iska jooganka waramaydo waxba la dooraninba oo sanadkan oo dhammaado wax saxa ma aha
مسؤولين عن نهاية دد وأوين عن نهاية رنتي عابين نقطة أرنتاس إنن إلى علي وينو نظام كير ناقرن أن جاي عاب نقطة ذلك عن سيد الشيء جاي بقول كي بس ديت أن إنك بدن وحاب هي أدونك وحين احترام أن أدونك شروع ذو تعالى إن لغو كالمايو أو أدق الشرع جاي إلى لويس وحكينا جمعين لقلبت ما حكر لنا يا مرك دل كان أن جاي كلي مجون وحبذنا الجوجا وحبذنا الجوجا وحامو قاعد كاكرنا دول النمذنا نحوجن هدا إسلام هذا هاي سو مالد هو مهم ولا جم مارم ولا جم مارم سو مالد أفغانستان ولا جم مارم نرجع وجدنا مالنا على جس وتك وحال ربعنا وحجر دوارنا هاي لكن مرحلة الجوجا هي مهمة دي إذا نكرنا وعن كعد سنينا رئيس وزارة هي حكومة ديس مدحوين ياشا دولة قبل هذه يضا أرنت الدور الشوين كأين يددجيا ما لين أن وحلق بكر إن نسفيرنا المرة ذلك أن وحوكو سعودوا النظام نظام كيسنا وحا أساس ودور الشوين كأفرت سنة ومر لقبنا وعلى صور دافي كذا لو مفيرنا إن هذا وحان لنا هذا هل الدجيو هلاقبته سوى ناقصنا وعدالة ذا دتك سوى مالي ذا ما أنت باهي وحي أقبان إني أركان مذا حسب أو كرسوني أي سيان أو صوت دورتين أو أي كسجان إني حق يجيان هي ملوين كذا مركا ولا صوت دافي وحول بوا صوت أرجني صوت إنك سنو ولا صوت دافي لبعتك سنو كهر رئيسي تبانك سنو كسيه الرئيسي خبرت أن الدولة نما وانتاس. سيدا قدومي عبد حاشا وش هاي؟ ويرتها الدولة نما أنت أن كنا غانا. لكن وينا هرأس عنا؟ كونا قدم بيا هرأس هذا. مركا عن هوس وش هاي سنة لأن هذا عقل بدنها شقنا. لكن عقله وحكم إيمانه يا عقله الجماعة جا عقله وذا جركا عقله الدولة ده لسا يا عقله وما ده سو كنا كاسة عقله. واحد ليرا. لا بد حل السوق هاي ستة. محي سجرا لميرا. walaalaha nakeenyo waa dad wanaagsan waa daris fiican soddon kisano la soo dhaafayna dadkeena waxay la garab taagnaayeen walaalnimo iyo soo dhaweyn waana ku maasan yihiin dad garawayna manni waa garana arintaas aan ilaahana daris naga dhigay waana ahaanayna qadiyada badana maadaama ay maxkamad tagtay waa fiicnaad in maxkamada ka hor la xaliyo heshiis laga gaaro مركي محكمة الله تجانا محكمة دو عينه حكم الرداء وعينه لغوك لبحة مركي واحد ربنا عينا عند هنا وكم هالسنتين ذلك إن يقرب جو قدرت كسم هذا قرب جوكتين درس في عناتهين لكن هذا أنا محكمة ده ديجو أن قارته وحنا من سنة ويا هاي متك حق هاي ومحيها هاتو ونعكس هاي أنت هسان ربي فرين تاس dad ka Soomaaliyeed inay og yihiin inay daris fiican yihiin inaan ka muujiyalkaan aad iyo aad u mahadsantiin assalaamu alaykum wa rahmatullah